السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينه وملأ ما شئت من شيء بعد. الآن بدي أحكي لكم طبعا الآية اللي الله يكرمكم بالحلال، البقر والخرفان في الشتاء بدهم أكل. طبعا الحشيش هذا ما بيطلع عند درجة حرارة معينة، أتوقع على 70 أو 69 ببطل النمو، أو 68 بيصير النمو تبعه سريع على درجة حرارة 68، أنا بتكلم عن الفهرنهايت، بيصير النمو تبعه بطيء جدا، فأيام البرد النمو تبعه بخف. طبعا هذا الحشيش اللي شايفينه هذا عبارة عن فسكيو، زرع الفسكيو. إذا بتشوف الملاعب في الدول العربية بزروع بزرعة بسموها برمودا، هذا فسكيو بيطلع له عالي وبيطلع طول السنة، وأكل عالي عالي يعني في يعني قيمة غذائية عالية للخرفان وللبقر الله يكرمكم. فالآن أنا قاعد بقص فيه وبعدين بلفه وبجهزه للشتاء للبقر. طبعا الوحدة $50 سعرها، إذا بدي أشتري أنا بصرف تقريبا 600-700 وحدة في الشتاء. إذا بدك تضرب الوحدة $50 يعني، فيعني حتكون مبالغ هائلة جدا، بطلع بمخصر لو أنا ما أخص تبعي وأزبل هاد بزبله وبعطيه فيتامينات وزي فيرتلايزر بنسميه عشان يكبر وينمو بسرعة وتكون فيه القيمة الغذائية عالية. فشوف الآن قاعد بقص فيه، الماكينة اللي بقص فيها شايفينها شو اسمها، بيسموها ديسك مور أو كتر أو ديسك مور. هذا طلع كيف طريقة القص تبعتها، إذا بتلاحظوها شايفين كيف القص هاي بتطلع كيف تمشي، بتمشي هيك شايفين كيف بتمشي على بيكي أو معينة من جوا وبتمشي هيك، فبتقصها من تحت، فبتقصها من تحت وبتدبها هيك، بتقصها هيك كاملة وبتدبها هيك. بعدين نستنى لحديث ما ينشف يومين ثلاثة، بعدين بعمل له فليبت، بطيره بغير بنشفه زيادة، بعدها بحطه في ماكينة، في ماكينة بتلفه بتعمل لي أو بجمعه قبل، بعدين بعمله بماكينة بتلفه بتعمل لي دوائر عبارة عن 1000 باوند أو 900 باوند الوحدة، يعني تقريبا 400 كيلو جرام. طبعا بعدين بصير أطعم البقرات في الشتاء من هذا الأكل، بكون ناشف وبكون بحافظ عليه. شايفين كيف الآن يما نقصه كيف بصير، بس بستناه يما ينشف وبصير بعدين بجمعه. فالآن بدي أفرجيكم تشوف كيف العملية، بدي أفرجيكم عملية الآن كيف شغال. كن جو أهيد، هذا اللي الشاب اللي شغال معاي فالآن بده يشغلها ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في بتمشي بطريقة معينة، بنعرف وين مشينا وبنضل نلف اللفة وبنعرف وين قصينا وين ما قصيناش. شوف كيف نقص هذا، بس نستنى العمل ينشف بعدين بنجمعه. كيف الآن أخضر مع الحرارة إن شاء الله بصير شفتوا كيف العملية هاي واضحة؟ شوف كله مقصوص. والآن جاهز إن شاء الله إنه ينشف إن شاء الله بعدين نجمعه. طبعا أنا بدي أسميها الحلقة الأولى في قص الهي أو الحشيش. عارفينه كيف ما أحلى؟ هيك وبقص وبدير باله إن شاء الله.
مهم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا باركا فيه.